بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الصائمين، أما وقد انتصف شهرنا وشرعنا في نصفه الثاني، فإنه سيمضي تباعا، والموفق من اغتنم من خيرات هذا الشهر وبركاته ما كتب له أن يغتنم، والمغبون والمحروم حاشاكم هو ذاك الذي ستمر به الليالي والأيام المباركة، وهو لا يقدم فيها شيئا لآخرته ولا يحوز منها شيئا لصحائفه. أيها المباركون، ما زال حديثنا في هذا المجلس عن نفحات رمضان وما أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك من الهبات والأعطيات، كرامة لأمة الإسلام ومنة ربانية وعطاء إلهيا يختص به أهل الإسلام، لأن الله عز وجل قد خصهم بهذا الشهر المبارك وما أودع فيه من الهبات والكرامات. نفحات رمضان هبات ونسائم خير وبركة يتعرض الصالحون لها، فيصيبون من تلك النفحات ما تغفر به ذنوبهم وتكفر به سيئاتهم، ويتسابقون به في طريق الصلاح والتقوى عباداً لله عز وجل. يصيبون من هذه الخيرات حتى يبلغوا فيها رضوان الله عز وجل وعتقه من النار. تقدم في المجلسين السابقين من تلك النفحات أربع، وها نحن في هذا المجلس نتناول ثنتين أخريين منها. إحداهما نفحة هي معنى عظيم وأصل كبير في شريعتنا معشر المسلمين، يتربى المسلم فيه على معنى الإخلاص بالعبادة لله واحتساب الأجر عند الله، فلا يعبد الله بعبادة ولا يتقرب إلى الله بقربة إلا وقصد ابتغاء وجه الله حاضر في قلبه، قد جاهد نفسه أن تكون نيته خالصة ليس فيها لغير الله حظ ولا نصيب. يجاهد أهواء النفس، يجاهد نزعات النفوس التي تتطلع إلى المدح والثناء والسمعة والرياء. الله عز وجل خلقنا لأجل العبادة الخالصة، قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال عز اسمه: ألا لله الدين الخالص. خلقنا من أجل الاجتهاد في إقامة كل عبادة من أصغرها إلى أكبرها أن تكون خالصة لوجه الله الكريم. هناك يوم القيامة لا يرجو أصحاب العمل إلا ما كان من عملهم خالصا لوجه الله، وكلكم يقرأ في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو إخلاص العمل الذي يتربى عليه المسلم في شأنه كله، وكل عباداته تقوم على هذا الأساس. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، أحسن عملا، وهو في قول طائفة من السلف كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن عملا، قال: أي أخلصه وأصوبه. والعمل لا يكون خالصاً إلا إذا كان لوجه الله، ولا يكون صواباً إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان هذا شأن العمل في الإسلام عامةً أيها الصائمون، فإن الصيام ورمضان يأتي بعباداته ليوطن النفوس على أن تألف هذا العمل وأن تتوطن على الإخلاص لوجه الله الكريم. نعم، نحن في رمضان وفي غير رمضان نجاهد النفوس لإقامة النيات خالصة لوجه الله، والشيطان يقعد لأحدنا بالمرصاد فتأتيه المداخل عن يمنة وعن شمال، والشيطان يرصد أحدنا أولاً في القعود به عن العبادة، فإن غلبه وانتهض للعبادة ووقف بين يدي الله أتاه الشيطان ثانية ليزهده في أجرها، فإن عجز وأقدم العبد ومضى قدما أتاه فعبث في نيته وجعل
يدخل فيها بحظوظ للرياء والسمعة من أجل أن يفقده من ثواب العمل ما خلص الشيطان إليه بقدر المستطاع. يأتي رمضان أيها الصائمون فيوطن النفوس على معنى مجاهدة النفس للإخلاص من بوابتين كبيرتين في رمضان، إحداهما تلك النصوص التي علقت الأجر لنا في رمضان أيها الصائمون بالصيام نهارا وبالقيام ليلا على تحقيق معنى الإخلاص والاحتساء. أو ما سمعتم وقرأتم وتأملتم كثيرا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما كان الحديث عن العشر الأواخر وتحري ليلة القدر جاء اللفظ أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أما إن نبينا عليه الصلاة والسلام فصيح بليغ أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ولو أراد تعليق الثواب والمغفرة على مجرد الصيام والقيام لقال من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، أليس كذلك؟ ولقال من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. أو ما انتبهتم إلى أن قوله إيمانا واحتسابا قيد مهم لحصول ذلك الموعود الكريم؟ ثم ما الجزاء؟ الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ذنوب الأمس وسيئات الماضي، كل المعاصي التي مضت والذنوب التي خلت، كلها تقع على بوابة المغفرة في رمضان بالصيام في النهار وبالقيام في الليل، ولكن بهذا القيد إيماناً واحتساباً. تدري ما معناه؟ أن تصوم إيماناً وأن تقوم إيماناً معناه أنك تقوم لله إذا قمت في التراويح، وتصوم لله إذا صمت في النهار وملء قلبك الإيمان بأن الله عز وجل هو الذي شرع تلك العبادة وأمرك أيها العبد بأدائها، فأنت تصوم إيماناً لله الذي افترض هذه العبادة عليك، وتقوم إيماناً بالله الذي شرع لك القيام وأذن لك بالقيام والوقوف بين يديه، فأنت تقوم إيماناً وتصوم إيماناً، وهذا جزء من عقيدتك، فتصوم على معنى التعبد لله أنها عبادة ترجو أن تدخرها في ميزان حسناتك. فإن كانت عبادة عدنا إلى الأصل، ألا يقبل الله من العبادات إلا ما عبد فيه سبحانه بنية خالصة لوجهه الكريم. في الحديث القدسي يقول رب العزة والجلال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يوم القيامة لا ينظر الله عز وجل إلى تلك الأعمال التي قد تملأ الصحائف والأعمال التي اجتهد فيها أصحابها وتعبوا في جمعها وإحصائها، فإذا هي يوم القيامة تقف على المحك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأعظم ما يحبط العمل من الشرك، الشرك الخفي، الرياء الذي يصرف فيه العبد العمل وقد داخلت النية فيه أشياء أخرى سوى وجه الله الكريم. قام ليراه الناس، وصام ليكون في عدادهم، وتصدق ليقال كريم، وبنى المسجد ليكتب اسمه على الباب، وطبع المصحف ليكتب على الغلاف وليتحدث الناس عنه وليقصدوا بابه سخياً كريماً المحسن والمتفضل والمتبرع، وهكذا سائر العمل. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أعمال هي في ميزان الدنيا عند الناس من أجل الأعمال وأعظمها قربة لله، ذكر قارئ القرآن عليه الصلاة والسلام، وذكر المتصدق المنفق الجواد بماله، وذكر صلى الله عليه وسلم المجاهد الذي تضرب عنقه في سبيل الله، فذكر الأعمال الثلاثة وذكر مصير أصحابها بين يدي الله عندما يحصل ما في الصدور، ولا تخفى على الله خافية، يوم تبلى السرائر، يوم يطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلم الله
بتلك الأعمال ماذا نوى أصحابها؟ فيؤتى بالأول، قال يا رب قرأت القرآن، فيقال كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال عنك قارئ فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، ويقال للآخر إنما أنفقت ليقال عنك جواد فقد قيل، ويقال للثالث إنما قاتلت ليقال عنك جريء فقد قيل. فمن كان يبحث في شيء من أعمال العبادات عن وقع ذلك في حديث الناس وثنائهم ومدحهم والإشهار والإعلان، وأن يعرف بين الأنام بأنه ذلك العبد الذي فعل وفعل وفعل، هذا قد أخذ حظه في الدنيا، ليس له شيء عند الله يوم يلقاه. فحذاري، أولئك عياذا بالله ليسوا ممن يدخل النار فحسب، بل هم ممن تسعر بهم النار أجاركم الله، يعني سيكونون وقودا لحطب جهنم، ذلك أنهم أتوا العبادات العظيمة التي شأنها أن لا تقام إلا لله فامتهنوها وابتذلوها وجعلوها لأجل مصالح الدنيا وثناء الناس والرياء والسمعة، فقدموا أجل العمل بأذل وأرذل النيات والمقاصد، فكان ذلك الجزاء والوعد عياذا بالله. هذا إذا كان شأن المسلم في عمله كله. فيأتي الصيام في رمضان يا كرام، ويأتي هذا الشهر المبارك ليربي في النفوس كيف تجاهد لتنال الموعود الكريم. لما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، قال إيمانا واحتسابا، احتسابا ابتغاء لذلك الأجر من الله خالصا لوجهه الكريم. تقصد الصوم لا من أجل أن تكون في عداد الصائمين، ولا من أجل الحرج أن لا يقال عنه مفطر أو هتك حرمة الشهر، هو ما صام إلا لله. وكذلك في القيام، إنما قام لا مشاركة لأهل الحي ولا حضورا مع أهل المسجد، ولا ليقال إنه ما فاتته ليلة، لكنه قام من أجل أن يبحث عن ذلك الموعود الكريم احتسابا لوجه الله. فهمنا إذن من قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فهمنا من ذلك كله أن ما كل من صام وقام يدرك مغفرة ما تقدم من الذنوب بدلالة مفهوم المخالفة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فإن لم يصم إيمانا واحتسابا ما حصل له ذلك الجزاء. فرب صائم قائم يصوم مع الصائمين ويقوم مع القائمين، لكنه لا ينال ذلك الموعود الكريم، فانتبهوا عباد الله. وفي هذا تربية للنفوس المؤمنة التي تشهد رمضان، إذا ما أقبلت على تلك العبادات بالصيام نهارا وبالقيام ليلا، أن تجاهد النفوس في البحث عما في الصدور، تفقد نيتك عبد الله، ولا تظن أن ما أمر الإخلاص شيء يسير، وأنه شيء تنتهي منه في لحظة، وأنها نية تحضرها مرة من أول الشهر ويكفيك ذاك، بل الشيطان حريص وسيأتيك من المداخل المختلفة ليفسد عليك نيتك، ويحرص على إدخال العجب والمدح والرياء والثناء من أجل أن يحبط العمل. فحذاري، حذاري من أجل أن تجاهد النفس في بقاء النية الخالصة، واجعل نصب عينيك هذا الوعد الكريم، من صام، من قام، من قام ليلة القدر، كل ذلك يعلقه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا القيد المهم إيمانا واحتسابا. هذا أول الأمرين الذي يربي في النفوس المؤمنة في رمضان معنى الاحتساب وإخلاص النيات، حث الشريعة وإغراؤها الكريم بالموعود العظيم بذلك القيد المهم إيمانا واحتسابا. أما البوابة الأخرى التي من خلالها يجد المؤمن في رمضان تجديدا لمعنى الإخلاص وتعاهدا للنية أن تكون خالصة لوجه الله الكريم وتحقيق معنى الاحتساب، فهو عبادة الصيام ذاتها، هي من أنفس العبادات التي قل أن يظفر الشيطان فيها من ابن آدم بحظ من رياء أو سمعة. تدري لما؟ لأنه العبادة التي لا يطلع عليها صدقا إلا الله، إذ بوسع العبد أن يصوم ممسكا أمام الناس، ف
فإذا خلا بنفسه أكل وشرب ما شاء، لكنه طالما حافظ على صيامه في الخلوة والجلوة وحده وأمام الناس، دل ذلك على أن معه من الإيمان وعنده من الوازع في قلبه ما يحجبه عن هتك حرمة الصوم والإفطار عمدا بلا عذر. بالله عليكم، صائم وقد قطع العطش جوفه وأنهكه الجوع في يوم صائف طويل النهار شديد الحر، وقد تعب ونصب يومه ذاك بحثا عن لقمة العيش وكدا في مسالك الحياة، ولما رجع متعبا في منتصف الظهيرة يبحث عن ظل إذا بماء بين يديه، أو أغلق باب غرفته والماء البارد في ثلاجته، بالله ما الذي يمنعه أن يبلل ظمأه ويروي حرقة العطش الذي يشتكي منه؟ إلا تقوى الله عز وجل. ما منعه من ذلك وانتظار الأذان بغروب الشمس حتى يفطر متعبدا لله إلا معنى التقوى لله. هذا معنى يجده الصائم بصومه إن صدق في صومه مع الله عز وجل، وهي تربية عظيمة. والله يا كرام، أرأيت يريد أن يقول لك الصوم كما كنت مجاهدا لله عز وجل في تنقية نيتك وإخلاص عملك حتى صمت لا تريد إلا الجزاء من الله، ولا يطلع على صدق صومك وصحته إلا الله، وامتنعت أن تمد يدك إلى الشراب البارد والطعام اللذيذ المشبع وأنت بأمس الحاجة إليه، ما منعك من ذلك إلا ابتغاء ما عند الله والتماس الأجر واحتساب الثواب عند الله عز وجل؟ فأنت قد نجحت إذن في جولة عظيمة أثبتت فيها عبد الله أنه لا يزال عندك من رصيد الإيمان ما تقوى معه على أن تؤدي العبادة خالصة لوجه الله الكريم. ومن أجل ذلك جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم لأنه لا حظ فيه برياء أو سمعة، إلا الصوم فإن الله استأثر سبحانه بجزاء أهله الصائمين عليه فوق ميزان الحسنات الذي هو الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لكن جزاء الصوم فوق ذلك بكثير. قال الله عز وجل: ترك شهوته وطعامه من أجلي. هذا معنى الصوم الذي يحققه في نفوس الصائمين. هذا المعنى يا كرام هو حقيقة التقوى، هذا حال الأتقياء. وقد قلنا في مجلس سابق إن الصوم الذي يورث التقوى بنص قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يراد للصائمين في رمضان أن يبلغوا مسالك التقوى وأن يحققوا مراتبها وأن يتنافسوا في درجاتها. الأتقياء فئة كريمة من العباد من الصالحين الذين جاهدوا أنفسهم في تقليل الذنوب والمعاصي والخطايا، جاهدوا أنفسهم في الاستكثار من الطاعات وإخلاص النيات لله. في رمضان أحدنا بوسعه أن يعيش معنى التقوى ولو في فترة من حياته، ولو في شهر من عامه، ولو في جزء من سنته، يستطيع أن يعيش معنى التقوى عندما صام وهو صائم ولا يريد بصومه إلا وجه الله، وعندما أمكنه أن يعصي الله ممتنعاً فوقف، وعندما خلى بنفسه وقد كان بوسعه أن يتناول الطعام والشراب وأن يهتك حرمة الصيام فقال في ذاته: إني أخاف الله. والله ما منعه من المعصية ولا حجبه عن الذنب إلا تقواه لله عز وجل. هذا حال الأتقياء وهم في سائر شؤونهم على هذا المبدأ العظيم يعيشون. هم يجاهدون أنفسهم في دروب المعاصي، وإلا فيعيشون حياة البشرية مثلي ومثلك سواء بسواء، والشيطان يزين لهم المعاصي ويفتح لهم أبواب الشهوات. الفرق الذي بيننا وبين الأتقياء والأولياء أننا سرعان ما ننجرف في المعصية، وأقدامنا أسهل ما تزل في الذنوب، وإذا زين لنا الشيطان شهوة أو شبهة سرنا في طريقها. لكن الأتقياء والأولياء أرسخ قدماً منا في الثبات وأقدر على مواجهة تلك النزغات، فكانوا عباداً أتقياء. وأنت عبد الله تجد معنى التقوى بصيامك وأنت صائم، فهل لا جعلت من تجربة التقوى التي وجدتها في الصيام
مبدأ تعيش عليه في سائر الحياة وفي كل أبواب الحياة، بوسعك أن تقف أمام الشهوات المحرمة وأن تقف أمام المعاصي التي تنجرف لها النفوس لتقول لها إن تقوى الله عز وجل يحجب العبد عن الزلل. نعم، لن يعيش أحدنا معصوما، ولا بد لنا من الوقوع في الذنوب والمعاصي والخطايا، لأن كل ابن آدم خطاء، لكنه لا بد أن ندرك أن شأن التقوى واحتساب الأجر عند الله عز وجل معناه مجاهدة النفس بتقليل الذنوب والخطايا أولا، ثم بسرعة العودة والاستغفار والفيئة إلى الله عز وجل سرعان ما يقع العبد في ذنب أو خطيئة أو تزل به القدم. فالمقصود يا كرام أن معنى الإخلاص والاحتساب لوجه الله الكريم نعيشه في رمضان تجربة عملية، ونحن نصوم نهاره إيمانا واحتسابا، ونقوم ليله إيمانا واحتسابا، ونصوم لله 30 يوما أو 29 يوما في السنة صوم فرض نؤدي به ركنا من أركان الدين. والصوم الذي نصومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعلم الله أننا لا نخرم صومنا لله عز وجل بشيء من المفطرات طوعا ولا كرها، وأننا نتصبر رغم الجوع والعطش والظمأ والنصب، لا نريد إلا ما عند الله عز وجل. ويرضى أحدنا أن يسقط يومه ذاك مغشيا عليه من التعب والإجهاد والإرهاق صائما لله عز وجل، يرجو ما عند الله عز وجل على أن يقدم على خطوة حرام يزين له الشيطان فيأكل أو يشرب عمدا بلا عذر. هذا المعنى الكريم يتحقق في هذا الشهر المبارك، وهي نفحة عظيمة والله من أصابها وتعلم منها معنى الإخلاص وروض نفسه ووطنها في العبادات في غير رمضان، أن يجاهد نفسه في الإخلاص، فهنيئا له والله هنيئا، لأن شأن رمضان أن يبلغ العباد تلك المراتب. وقد قال الله لعلكم تتقون، وفي طيات الآية الكريمة وفي ثناياها من الحكم والأسرار وعميق المعاني الموجز في تلك الكلمتين لعلكم تتقون، ما يكشف كنهه، ما اكتنفته الآية من الأسرار والحكم بالمعنى العظيم الذي يعيشه الصائمون بصومهم لله عز وجل. فيا صائما لله في رمضان ويا قائما لله في رمضان، حذاري أن يسرق الشيطان شيئا من نيتك واحتسابك، وتذكر دوما قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ووعد الشريعة الكريم غفر له ما تقدم من ذنبه. أما إن المسلم والله لينتظر رمضان من عام إلى عام، فيفرح إذا أقبل وهو بين الأحياء، ويسر ويبتهج، وتعيش نفسه المؤمنة فرحة وسرورا بالعبادة التي يعيشها أيام رمضان. فلتكتمل فرحتك عبد الله بصيام لا ترجو فيه إلا ما عند الله، وقيام ما ترجو فيه إلا الإيمان والاحتساب لما عند الله عز وجل. أكمل فرحتك بنيل ذلك الموعود الكريم، وانتبه، فالشيطان لي ولك بالمرصاد، وهو حريص على تفويت تلك الأجور ووعود المغفرة من بين الصائمين. فلا تكن فريسة سهلة للشيطان، وأنت بما معك من الإيمان وما رزقت من فقه قول الله سبحانه لعلكم تتقون، أنت أهدى سبيلا وأقوم، وأنت أرجى بما عند الله عز وجل بثباتك وإخلاصك واحتسابك لوجه الله الكريم. خلاصة القول معشر الصائمين، إن احتساب الأجر عند الله درس عظيم 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 والله نتعلمه في رمضان، فاجعلوا فرصة رمضان لتعلم هذا المعنى وتوطين النفوس عليه نفحة تتعرضون لها تصيبون من خيراتها، فإن أصبتموها فتلك والله منازل عالية يبلغها الأتقياء أصحاب الإخلاص لوجه الله الكريم. عندئذ ستشعرون بمعنى السمو الذي يعيشه المؤمن بإيمانه، يسمو عاليا، يحلق بعيدا بعيدا، يترفع والله عن حظوظ الدنيا التافهة وعن كل متعلقاتها الزائلة الفانية. ماذا أرجو بما عند الناس؟ مدحا وثناء سينتهي بعد أيام أو في لحظات، مدحا يدخل النفوس فينفخ الرؤوس، مدحا تعيش معه النفوس فرحة مؤقتة وانتفاخا عارضا سيزول عما قريب، ثم ماذا؟ ثم لا هو باق ولا هو أجر مدخر، بل هو غبن وحسرة، بل وعيد تقدم ذكره آنفا. نسأل الله السلامة.
هذه نفحة من نفحات رمضان معشر الصائمين. أما النفحة الأخرى التي نتعرض لها في هذا المجلس المبارك فنفحة عظيمة من نفحات ربنا الكريم وأعطية جليلة ارتبطت بهذا الشهر المبارك، هي نفحة القرآن كلام ربنا الكبير المتعال. كثيرة هي نعم الله وكثيرة هي الهبات والمنن، إلا أن نعمة القرآن وتنزيله على أمة الإسلام نعمة عظيمة تستحق الإشادة ولفت الأنظار إليها. في غير ما آية يذكر الله تنزيل القرآن نعمة جليلة وقسما ومقسما عليه. يقول الله سبحانه في غير ما آية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ويقول سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، ويقول سبحانه إنا نحن نزلنا الذكرى، ويقول سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. في مواضع جمة يذكر الله نعمة التنزيل للقرآن على أنها نعمة عظيمة تستحق أن تعيشها أمة الإسلام حمدا وثناء لله. أرأيتم تلك النعمة الجليلة تنزيل القرآن؟ فإنها ارتبطت بشهركم هذا أيها الصائمون لتدركوا معنى هذه النعمة في أيامكم هذه أتم الإدراك فتعيشوا معناها أتم العيش وأوفاه. في شهر رمضان كان إنزال القرآن بنص الآية الكريمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لما ذكر الله شهر رمضان وما سماه إلا مرة واحدة في القرآن في هذا الموضع وذكره بأخص أوصافه بالرغم مما في رمضان من الخيرات والبركات والمعاني العظام، لكن الله لما وصف رمضان مبيناً عظمته وفضيلته ومكانته ما ذكره إلا بهذا الوصف، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أرأيتم إنزال القرآن حدث جليل، وكونه كان في رمضان وفي ليلة القدر منه على وجه الخصوص كما قال سبحانه وتعالى والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر كما قال الله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، فكان إنزال القرآن في هذه الليلة. فلو قال قائل كيف يكون نزول القرآن في شهر أو في ليلة من شهر وكلنا يعلم أن بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ظلت على مدى 23 سنة يتنزل فيها القرآن مفرقاً موزعاً منجماً على الحوادث والوقائع، فشيء كان بمكة وشيء بالمدينة وشيء في الغزوات والأسفار وبينها في الطرقات وفي مختلف المواقع. والجواب ما حكي عن ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن إنزال القرآن نوعان، أحدهما تنزيل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا الذي كان في ليلة القدر في شهر رمضان وهو المقصود بالآيات في سورة البقرة والدخان والقدر. والتنزيل الثاني الذي نزل مفرقاً على الوقائع والأحداث وهو الذي نزل على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على مدى سن بعثته 23 سنة، فلا تناقض بين الأمرين وهما تنزيلان. الحديث ها هنا في فضيلة رمضان ومنقبته في إنزال القرآن جملة الذي كان في ليلة القدر في شهر رمضان. عوداً إلى نفحة القرآن أمة القرآن، الحديث عن كتاب الله في هذا الشهر المبارك خاصة ينبيك عن أننا نقف على معلم عظيم من معالم رمضان حق لأهل الإسلام أن يعيشوا متعته وروعته وبهاءه بأبلغ ما يستطيعون العيش معه وهم يعيشون هذه الأيام الفاضلة. إي والله معشر الصائمين
حق لصائم بلغه الله هذا الشهر، فأنست روحه بالصيام والقيام، حق له والله أن يعيش متعة القرآن في شهر القرآن. يطيب الحديث عن القرآن في شهر القرآن، وأطيب منه العيش مع القرآن ذاته، وأن نتقلب في نعيم سوره وآياته. العيش مع القرآن أن نعيشه بهجة القلوب وأنس الأرواح ومتعة الأفئدة. القرآن كلام الله الذي أنزله فجعله شفاءً، وجعله هدى، وجعله رحمة، وجعله نورا، وجعله روحا، وجعله مباركا، وقل ما شئت من الأوصاف التي وصف الله بها القرآن في القرآن. القرآن نور يبدد لك الظلمات التي يمكن أن تتيها فيها في حياتك عبد الله. وإذا بالقرآن نور تبصر به الطريق، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور، ومهما تتابعت الظلمات ومهما أظلمت من حولك الحياة، ظلمات كفر وجاهلية، ظلمات بدع ومحدثات، ظلمات شهوات ومعاصي، ظلمات أهواء ومنكرات وشبهات، مهما اجتمعت الظلمات في حياة العباد فإنها والله تتبدد بنور القرآن الذي جعله الله عز وجل نورا كما سمعتم في قول الحق سبحانه. القرآن روح. وما الروح؟ الروح أداة الحياة. نحن يا بني آدم بلا أرواح، جثث هامدة، فإذا فارقت الروح الجسد فأنت ميت، توارى التراب وتكفن وتدفن في المقابر. الله يقول عن القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح، ولا روح للعبد إلا بكتاب الله عز وجل. وسر ذلك أن ابن آدم خلق من عنصرين، من قبضة الطين ومن نفخة الروح، فقبضة الطين تكون منها الجسد فسواك ربك في أحسن تقويم، ونفخة الروح التي نفخت في أبينا آدم عليه السلام، قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأنت يا ابن آدم غدوت بالروح ذلك المخلوق المكرم، لا بالطين الذي خلق منه البدن. ثم يتغذى ابن آدم على ما يحتاج إليه خلقه، فأما قبضة الطين المخلوقة من تراب وهي بدنك يا ابن آدم، إنما تتغذى على ما يخرج من التراب فتأكل من الطعام وتشرب من الشراب. وأما نفخة الروح التي بداخلك فلا غذاء لها إلا من الروح الإلهية بالوحي الذي أنزل الله على أنبيائه ورسله، وهذا القرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فيعيش العبد بنور الوحي وكلام الله جل جلاله معنى التغذية للإيمان، ومعنى الاصطفاء الذي يسمو به. فهذا القرآن غذاء الأرواح. وبالجملة، فإذا انقطع ابن آدم عن الطعام والشراب هزل وضعف بدنه وتصيبه الأمراض والآفات، وإذا طال امتناعه عن الطعام والشراب فمآله الموت لا محالة. أو ما شعرتم أن أرواحنا هي الأخرى تجوع وتعطش ولا غذاء لها إلا الوحي، الروح الذي جعله الله عز وجل روحا لنا أمة الإسلام؟ فإذا ابتعدت عن روحها ذبلت ومرضت وربما ماتت، أجاركم الله. فعندئذ نوقن أنه لا حياة لأرواحنا أمة الإسلام إلا بهذا القرآن العظيم. هذا الكلام يا كرام يقال عن القرآن والنهوض للعيش معه والتوجه إلى سبيل الحياة مع القرآن على الدوام وفي سائر أيام العام. أما إنه في رمضان آكد والله، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فوالله للقرآن في رمضان من الروعة والمعاني العظام والأثر في قلوب العباد ما ليس لغيره في سائر أيام العام. ومن أجل ذلك كان هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن في رمضان يختلف عنه في سائر العام.
أما إنه كان يعيش مع القرآن تالياً وقائماً ومتهجداً طيلة العام عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في السنة من شأنه مع القرآن تلك المواقف العجيبة المدهشة، يقوم في ليلة فيقرأ بالبقرة فالنساء فآل عمران في ركعة، ويقوم في ليلة بآية يرددها حتى يصبح عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإذا فاته ورده من الليل لمرض أو طارئ قضاه بالنهار فلا يفوته ورده من القرآن عليه الصلاة والسلام. عاش على ذلك ومات على ذلك بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لكنه في رمضان يعيش مع القرآن ارتباطاً أوثق وصحبةً أكمل وتعلقاً، والله نتعلم منه كيف يكون أحدنا أو كيف ينبغي لأحدنا أن يعيش مع القرآن في شهر القرآن. صح في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه يعيش مع القرآن في رمضان حدثاً عظيماً جليلاً حكاه الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أرأيتم؟ ربط الصحابة بين جوده المضاعف في رمضان عليه الصلاة والسلام وبين ارتباطه بالقرآن من جهة، ثم وصفوا ذلك اللقاء العظيم. هو لقاء العظيمين كما يقول بعض أهل العلم، يلتقي فيه عظيم أهل السماء جبريل عليه السلام بعظيم أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. والله ولا يلتقي العظيمان إلا على أمر عظيم. يرسل الله أمين الوحي جبريل عليه السلام ليلقى خاتم النبيين محمداً صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان من أجل مدارسة القرآن. تدري كيف يدارسه؟ يقرأ هذا ويسمع، ثم يقرأ الثاني ويسمع الأول، مدارسة للقرآن، تلاوة بين طرفين يتدارسان كتاب الله عز وجل وما فيه من المعاني والعبر والحكم والمواعظ والآيات والأحكام. تدارس القرآن أمر عظيم يلتقي عليه جبريل عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: وذلك كل ليلة. هذا المعنى في الالتقاء بجبريل عليه السلام من أجل مدارسة القرآن إنما كان في رمضان. أو ما رأيتم أنه مخصوص بهذا الشهر لكونه الشهر الذي أنزل فيه القرآن؟ الآن حدثني عبد الله عن شأنك مع القرآن في رمضان، ما الذي أنت فيه مع القرآن في رمضان عبد الله؟ إن لم يكن لك مع القرآن شأن يختلف عما كان عليه مع القرآن طيلة العام فما صنعت شيئا، ولم تدرك حقيقة خصوصية الشهر بهذا القرآن المبارك في هذه الليالي المباركة. وبعض الصائمين يجتهد في قراءة القرآن نهارا، فيكون ورده الذي يريد قراءته الجزء أو الجزئين أو الثلاثة أو الخمسة أو العشرة يقضيها بالنهار، فإذا جاء الليل انشغل بالإفطار وصلى مع الناس صلاة التراويح وأمضى بقية ليله أنساً وسروراً واجتماعاً بالأسرة والأصدقاء والأقارب، ويجعل قراءة القرآن مرتبطة بصيامه نهاراً، وقد فاته حظ عظيم من السنة النبوية بأن يكون ورد القرآن والاشتغال به ليلاً. والمراد بالقرآن ليلاً صفتان: قراءته ورداً ومتابعته تعاهداً، والأمر الآخر القيام به في الصلاة بأن يقرأ منه ما تيسر. فإذا صلى مأموماً خلف إمامه واستمع إلى القرآن كلام الله عز وجل فإنه لا يفوت حظه من قيام الليل ولو بركعتين، يقرأ فيهما ما تيسر له من كتاب الله وإن قل، حتى يكون له مع القرآن ورد يقرأ به في قيام ليله ولو بسورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فهيا يا عباد الله، هذا القرآن وهذا رمضان وهذا شهره الذي أنزل فيه،
فشدوا الهمم واستحثوا العزائم على أن تعيش النفوس أنسها وروعة معانيها مع القرآن في رمضان. ثم انظروا يا كرام كيف ارتبط الصيام والقرآن في رمضان ارتباطاً وثيقاً، إنه ارتباط عجيب والله، ربط بينهما في أكثر من وجه في رمضان. أحدهما ارتباط العبادتين، فهما كالوجهين لعبادة واحدة في رمضان، الصيام نهاراً والقيام ليلاً، والقيام إنما يكون بالقرآن كما سلف. والأمر الآخر الذي يبين ارتباط هاتين العبادتين أثرهما العظيم في النفوس، الصيام يهذبها وينقيها ويزرع فيها معنى الإخلاص، فجاعت النفس لما جاعت تاقت وارتقت وقد تقللت من الذنوب والمعاصي وهي صائمة، وضاقت فيها مجاري الشيطان من ابن آدم فلم ينفذ إلى ما ينفذ إليه من تزيين المعاصي والوسوسة بالذنوب والخطايا، فارتقت وتهذبت، فلما أقبل الليل أقبلت مع القرآن، فوجد القرآن أرضاً قد حرثها الصوم في القلب، فأسقاها القرآن بمائه فأنبتت وأينعت وأزهرت تلك القلوب المعاني البديعة التي تعيشها أنساً بالقرآن. هذا والله يا قوم أحد أسرار أنس القلوب بالقرآن في رمضان، وأن تعيش معنى الخشوع والتدبر لما تسمع وتقرأ من كتاب الله في الصلاة خلف الآئمة في التراويح، والمصاحف في حجر الواحد يقرأ فيقف مع الآية، يجد القرآن إلى القلوب طريقاً في رمضان أسهل مما يجده في غيره. وسر ذلك والله أعلم هو ما تعيشه النفوس من اجتماع العبادات والتقلل من الذنوب والسيئات، فوجدت القلوب رقة وإشراقا فنور فيها القلب بنوره، وأضاءت بما أودع الله عز وجل فيه من المعاني والحكم والأسرار، وتلك والله نفحة نفحة طوبى لمن تعرض لها فأقبل. والقرآن وفي رمضان تالله إنه لمن أعظم النفحات، من تعرض للقرآن فقرأه صائماً وصلى به قائماً واستمعه وقرأه وعاش معه وكان له ورد مع القرآن ثم هيأ المجالس لمدارسة القرآن كان أقرب إلى هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولتمام الارتباط بين هذين الأمرين، صيام النهار في رمضان وقيامه بالقرآن في الليل في رمضان، جاء الحديث الكريم الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصوم: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والحديث صحيح أخرجه أحمد والطبراني والحاكم. هذا إذن من المعاني العظيمة التي تعيشها النفوس المسلمة في رمضان بالقرآن يا أمة القرآن. نحن أمة أكرمنا الله بهذا الكتاب العظيم، وقال عنه سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر هذا القرآن لنا، وفي أحد معنيي الذكر في الآية الكريمة أنه شرف وفخر لنا أمة الإسلام. والله لن يدرك معنى الشرف بالقرآن والفخر به إلا من أخذه مأخذ الافتخار والاعتزاز، فعاش مع القرآن مفتخراً متشرفاً بالانتساب إليه والاقتراب منه. والمقصود بالعيش مع القرآن خطوات جمة أيها الصائمون: أولها الإقبال على قراءته وتلاوته، وأن يكون لأحدنا منه ورد لا ينخرم في رمضان خاصة، وأن يجعل له من ختم القرآن هدفاً يعيش عليه، ولو تيسر له أن يختمه أكثر من مرة فهذا طريق قد تسابق فيه الصالحون في الأمة من قبلنا. فمنهم من كان يختم القرآن طيلة العام في كل 7 أيام، فإذا حل رمضان كان الختم له في كل 3 أيام، فإذا أقبلت العشر الأواخر كان الختم له كل ليلة في رمضان. ومنهم من كان يختم القرآن في أقل من ذلك، وهو باب تنافس فيه الصالحون إدراكاً منهم أن لرمضان من حظ القرآن ما ينبغي أن تبذل له الأوقات وأن تفرغ له الجهود. حسرة والله يا قوم أن ننشغل بأشياء كثيرة في رمضان ثم هي مقضية في غير رمضان، ولن يفوتها شيء إن فاتت في رمضان، أما القرآن فإن فات في رمضان فوالله لقد فاتت نفحة ما تدري لعلك لا تعود لها عاما آخر. هي نفحة من أدركها
اغتنمها قدر المستطاع، فتهيأ لها واجتهد وتفرغ. هذا أولاً. إذن أن يكون لأحدنا ورد من القرآن ينصب له، يتفرغ له، يجتهد من أجله. ثانياً أن يكون له مع ورده الذي يقرأ به القرآن عيش للقلب مع معاني ما يقرأ من كتاب الله أو يسمع، يتدبر الآيات التي يقرأها الإمام، وأن يكون له مع ورده من القرآن وقفات ينظر في معاني ما استمع وما قرأ من كتاب الله الكريم، فإذا عجز عن معنى آية فتش عنها، وإذا غاب عنه معنى غريب من الكلمات سأل عنه، حتى يقف على طرف من المعاني العظيمة التي تتحرك لها القلوب. وصدقوني والله إن في القرآن من الروعة والأسرار والحكم ما يمكن أن يحرك القلوب الساكنة بل الجامدة بل المتحجرة. الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وليس على قلب هو مضغة لحم، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول سبحانه ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعاً. والتقدير لو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، يعني أن للقرآن أثراً، ما لو أراد الله أن تسير به الجبال الراسية تلك الأوتاد الشامخة لتسيرت، وما لو أراد الله أن يكلم به الأموات وهم أموات في قبورهم لكلموا به، ولو أراد الله عز وجل أن تقطع به الأرض الصلبة الجامدة التي تدب فوقها الحياة لتقطعت الأرض بهذا القرآن. فبالله عليكم قرآن جعل الله من أثره لو أراد سبحانه أن يسير الجبال ويقطع الأرض ويكلم الموتى، بالله عليكم ما أثر هذا القرآن في قلب حي مضغة لحم تسكن خلف الصدور عند مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب الله ويحب كلامه ويعظمه. فقط افتحوا نوافذ قلوبكم لأنوار القرآن. وإذا جلس أحدكم وأمسك بالمصحف قبل أن يفتح المصحف بين يديه ليفتح أبواب قلبه حتى ينفذ ما في القرآن من الأنوار والحكم والأسرار، حتى تتدفق تلك الينابيع فتجد لها المسالك المشرعة في أبواب قلوبكم. لكن من أغلق بابه واقتصر على تلاوة مجردة للقرآن باللسان مستكثرا من ذلك فقد حرم نفسه والله خيرا كثيرا كثيرا. يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. هذا أحد مقاصد إنزال القرآن، أن تتدبره القلوب المؤمنة ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثالثا من العيش الكريم مع القرآن في شهر القرآن أمة القرآن أن نزن به أحوالنا. اجعلوا القرآن مرآة ينصبها أحدكم أمامه وهو يقرأ كلام الله، وهو يسمع كلام الله خلف الآئمة في صلاة التراويح. اجعل كل آية تقرأها أو تسمعها مرآة تنظر فيها حالا، فتهذب به شيئا من شأنك الذي قد تشعبت به الأهواء وابتعد به عن صراط الله. اجعل القرآن ميزانا تقف لتعرف وزنك عند الله حقيقة ما هو. أرأيت إلى المرآة عندما تبصر فيها فتهذب شعرك وهيئتك ومظهرك ولباسك؟ اجعل القرآن كذلك، هذب به عقيدتك وأخلاقك وعبادتك ومعاملتك لله ولخلق الله. والله من جعل القرآن كذلك وجد أثره العظيم في حياته. لا يقبل لنفسه بالدنية ولا يرضى بالدون ولا يقبل بأنصاف الحلول، وقد ارتقى القرآن به مرتقا عظيما. هكذا كانت العرب قبل الإسلام أمة همجية تعيش في بادية وهمها أمور دنيوية منحطة، فلما أنزل الله عليها القرآن علت وسمت فصارت أشرف الأمم. وإنه لذكر لك ولقومك. الله يقول والقرآن المجيد. مجيد هذا القرآن، عظيم مبارك، ومن بركاته ما يجده العبد في ثناياه. اجعل رابعا من نصيبك مع القرآن والعيش معه أن تداوي به أسقامك وأمراضك وكل ما تشتكي منه عبد الله من هموم الحياة. في هذا القرآن شفاء كما سماه الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
هذا القرآن شفاء ورحمة، اجعل منه استشفاء لأدوائك الحسية والمعنوية. وهذا القرآن من أخذه بهذا المعنى وجد أثره. خامسا، اجعل من كل دقيقة تجلسها مع كتاب الله قارئا أو مستمعا، ومع كل ساعة وكل يوم وكل شهر وكل سنة تقضيها مع صحبة القرآن، قل الوقت أو كثر، اجعل منها ساعة فرح لقلبك وأنس وسرور وبهجة. عيش هذا، فرحك بالقرآن وحده عبادة، عبادة أن تفرح وأنت تجلس لتقرأ آية من كتاب الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح عندما تجلس مع آية من كتاب الله تقرأها، وسورة تتعلمها، وموضع من القرآن في وصف جنة أو نار تحرك له قلبك وذرفت له عينك، والله حق لك أن تفرح، لأن الله يقول: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله خير مما يجمع أهل الدنيا في دنياهم. إن عاد ذاك التاجر من سوقه وقد ربح في صفقة عظيمة، فسر بمبلغ مالي كبير وهدية وأعطية وترقية ومنصب وزواج وولد وسائر مبهجات الحياة وأفراحها، تفرح أنت بالقرآن أعظم من تلك الفرحة جمعاء. جلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه في المسجد، فقال لهم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيرجع من هناك بناقة كوماء في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ وبطحان اسم وادي في المدينة قريب من مسجده عليه الصلاة والسلام، بينهما مسافة. قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيرجع من هناك بناقة كوماء؟ ناقة كوماء يعني من أنفس أنواع الإبل وأغلاها وأثمنها، هي أشبه ما تكون اليوم بأغلى أنواع السيارات الفاخرة التي تسوى مئات الألوف. قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيرجع من هناك بناقة كوما؟ حتى لا يذهب ظنك بعيدا، لن تكون سرقة ولا غشا ولا مالا حراما. قال: في غير إثم ولا قطيعة رحم. سؤال. قال الصحابة: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، في أحد ما يحب المال الحلال الذي يأتي غنيمة باردة من غير تعب ولا نصب؟ قال: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يقعد أحدكم في بيت من بيوت الله فيقرأ آية من كتاب الله خير له من ناقة كوما، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. بالله عليك، كم مرة جلست في بيت من بيوت الله فتحت المصحف فقرأت آية وآيتين وثلاثا وخمسا وحزبا وجزءا وسورة وختمت ختمة؟ أسألك بالله، فرحت؟ دخل في قلبك الفرح أنك في جلستك تلك حزت ما لم يحزه التجار في تجاراتهم وأهل الدنيا في دنياهم؟ هل امتلأ قلبك فرحا؟ يا رجل، قراءتك للقرآن عبادة، الأجر والحسنات فيه عبادة، وفرحك بالقرآن الذي قرأت وحفظت وتلوت فرحك وحده عبادة، فلا يفوت حظك منه. افرح كلما سمعت آية أو قرأتها، افرح، لأن الله أراد بك خيرا، ولو أراد أن يحرمك لما أذن لك أن تتكلم بكلامه ولا أن تقرأ ما أودع سبحانه في كتابه العظيم. افرح، لأن في الأمة محرومين أغرقت دونهم تلك الأبواب. افرح، لأن القرآن كلام الله وهو عظيم، وإذا أجراه على لسانك، وإذا أدخله على قلبك، وإذا خشع له بدنك، وإذا ذرفت له عينك، فحق لك والله أن تفرح. إي والله، افرح بالقرآن. الله يقول: فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا قوم، والله كم نحن مقصرون مع كتاب الله، وكم نحن نعيش شيئا من جفوة القلب ومن الابتعاد عن القرآن. أما إن رمضان موسم عظيم بنفحاته، وأعظم نفحاته القرآن، هو فرصة للعودة الحميدة مع كتاب الله في هذا الشهر المبارك. فإن الشهر شهره، وهذا الظرف ظرفه، وهذا الوقت وقته، فإن لم يكن لك عناية بالقرآن في شهر القرآن فمتى تكون؟ أقبل عبد الله، لا لأجل أن يكون رمضان وقتاً مستقطعاً نعيشه مع القرآن ثم نرجع بعد ما كان إلى ما كان، أبداً، بل ليكون رمضان منعطف خير،
نعود به إلى علاقة وثيقة مع القرآن وصحبة جليلة مع القرآن. تريد أن تكون صاحباً للقرآن؟ أنشئ صحبتك معه في هذه الأيام المباركة، في هذه الليالي العظيمة، ليكن القرآن جليسك، أنيسك، صاحبك. في الحديث الصحيح جاء الوعد الكريم بأجور القرآن على مصاحبة القرآن: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. من الأصحاب؟ الصاحب الذي يظل مع صاحبه لا يفارقه، الصاحب الذي تراه معه إذا دخل وإذا خرج وإذا قام وإذا قعد، هذا الصاحب أنت. هل صاحبت القرآن؟ هل تعيش مع القرآن صحبة؟ يا قوم، صحبة القرآن تقتضي الملازمة، الاستمرار، الديمومة. صحبة القرآن تعني أن تعيش مع القرآن قرباً وأنساً وفرحةً. صحبة القرآن لا أن تدركه أياماً وتهجره فيما بعد ذلك. هذا المعنى الكريم. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالأمر يا كرام مناط بصحبة القرآن، وها نحن في شهر القرآن. فإذا جعل أحدنا نصب عينيه، ذلك المعنى الكبير، بصحبة القرآن في شهر رمضان عاش أنسا واستمتاعا. ثم هي معان جليلة وهبات كريمة يتعرض لها من أصاب نفحة القرآن في شهر القرآن، فأدرك معنى كون القرآن ربيعا للقلوب. في دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. وصفه بالربيع لما في معنى الربيع من الخضرة والأزهار المتفتحة والأمطار والأنهار الجارية، هو أجمل فصول السنة وأمتعها. كذلك مجلس القرآن وحياة القرآن وصحبة القرآن ينبغي أن تكون ربيعاً لقلوب أهل الإيمان. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بركة القرآن وسعادة القرآن ورحمة القرآن وشفاء القرآن وثواب القرآن وشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامته، واحشرنا في زمرة أصحابه، وارزقنا شفاعته يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك نية خالصة وعملا صالحا ترضى به عنا. اجعل يا رب صيامنا إيمانا واحتسابا، واجعل يا رب قيامنا إيمانا واحتسابا، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. نسألك يا رب من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فقنا يا رب شر الأشرار، واحفظنا يا رب من كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. نسألك يا قوي يا عزيز وأنت الجبار المنتقم أن تثأر من بني صهيون، فإنهم قد طغوا وبغوا وأمعنوا في العداء ودنسوا حرمة مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. اللهم فإنا نسألك أن تقذف الرعب في قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وصب العذاب من فوق رؤوسهم، وأنزل عليهم عذابك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا بك نحول وبك نصول وبك نجول، عليك بهم يا رب فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.